عودة إلى سؤالكم، احنا قلنا لو تذكر العام اللي فات كان العجز في الميزانية 42 30 مليار دولار، وأنا قلت لك أنه في السنة المقبلة سيكون أكثر وفي السنوات المقبلة يكون أكثر حتى ويرتفع، يعني ترتفع أسعار البترول. نجي وإحنا اليوم إذا حبينا نركز على ميزانية الجيش هذه تاع 30 23 مليار دولار، أو بالأحرى هي ميزانية الجنرالات، نتناول المسألة يعني من يعني إذا سمحت من ثلاث محاور. المحور الأول هو المؤشرات، الثاني هو الوقائع على الأرض، والثالث ماذا يترتب على هذه الميزانية من آثار اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية. نبدأ بالمؤشرات. لو يعني تلاحظ المؤشرات السابقة عن عملية يعني العسكرة اللي شفناها في المجتمع، كانت كلها تمهيد لهذه الميزانية، عملية التصعيد ضد المغرب ويعني دق طبول الحرب وغير ذلك، كانت هذه كل مؤشرات على أن العسكر سوف يستولي على ميزانية الدولة. هذه المؤشرات جاءت إلى وقائع اليوم، يعني أصبحت واقع، والواقع أن 23 مليار دولار هذه اللي خذوها من ميزانية الدولة أنا لا أسميها ميزانية، وإنما أسميها سطو مسلح على أو سطو بالقوة على خزينة الدولة. لماذا؟ لأنه من بين الأمور اللي عملوها قبل ما يأخذوا هذه الفلوس أنهم خرجوا يعني قرار أنه ممنوع مناقشة هذه الميزانية في مؤسسات الدولة الرسمية. يعني وإحنا شفنا تبون سنة أو سنتين وهو يغني على الناس ويقول لهم سنكمل بناء مؤسسات الدولة. ما الغاية من مؤسسات الدولة هذه اللي كانوا يتغنوا بها ويبنيوها إذا كانت غير قادرة على مناقشة ميزانية العسكر؟ هذه من جهة. من جهة أخرى إذا رجعنا إلى ماذا كيف ستؤثر هذه الميزانية على الوضع الداخلي والخارجي، احنا نشوف أنه الأستاذ جمال أن الجباية البترولية رغم ارتفاع أسعار النفط، الجباية النفطية هذه السنة يقولوا 23 مليار دولار، معناه أن ميزانية الجيش تساوي تماما الجباية البترولية، معناه أن الجنرالات سوف يتحصلون أو سوف يأخذون كل أموال النفط، يعني ماذا بقي من أموال. ولكن طبعا هناك تفسير لهذا، الميزانية موجهة لوزارة الدفاع وليس للجنرالات، نرد عليك سعد كرميش. وحسب الخبير في الشؤون العسكرية أكرم خريف في حوار مع موقع راديو آم يفسر سبب هذا مضاعفة ميزانية الجيش من 9.3 مليار دولار إلى 22 مليار دولار. يقول أنه 2022-2023 تمثلان فترة نهاية صلاحية العتاد ومن ثم تجديده، ينقل عنه الموقع كذلك، إضافة إلى منح التحويلات الاجتماعية التي ينتظر أن ترتفع بالنسبة للعسكريين مثل المدني، وأنه هناك أيضا زيادة في مداخيل مثل ما قال تبون الدولة، وهناك أريحية الآن يعني تقدير مداخيل تقريبا أكثر من 50 مليار دولار مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. أولا هذه الأريحية أكذوبة. الفرق بين الجباية البترولية تاع السنة اللي فاتت والجباية البترولية تاع هذه السنة 7 مليار دولار، وإذا شفنا ماذا تضاعفت ميزانية الجيش يعني حوالي 13 أو 14 مليار دولار، معناه ما أضيف إلى ميزانية الجنرالات يساوي الضعف ما زاد في الجباية البترولية. ثم إذا كان هذا صحيح أنهم بسبب يعني انتهاء صلاحيات بعض العتاد، لماذا يرفضون مناقشة ذلك في البرلمان؟ هل يعني عيب أنه الناس تناقش ماذا ستفعلون بالأموال؟ يعني أنت تشوف الجيش الأمريكي أكبر جيش في العالم ويهبطوا الجنرالات للكونغرس ويناقشوهم النواب نقطة بنقطة في ميزانية الجيش. إذا كان عندهم نية صادقة وإذا كانت هذه الميزانية صح كما راك تقول هي للمؤسسة العسكرية وللجيش وما هيش للجنرالات، وش الحاجة اللي تخلي الجنرالات يرفضوا مناقشة هذا الأمر؟ ثم أنا نقول لك هذا نهاية صلاحية العتاد. احنا نشهد
نهاية صلاحية هؤلاء الجنرالات. هما عملوا قانون قال لك يعني 65 سنة، يعني سن 65 يروحوا للتقاعد. قول لي كش ما كاين جيش في العالم عنده فريق أول في عمره فات 80 سنة. يعني هؤلاء الجنرالات هم أنفسهم من يجب تجديدهم وقد انتهت صلاحياتهم. وحتى هذا النظام الذين يعبثون به نظام كذلك انتهت صلاحياته. طيب. يعني لو تشوف الآن أنت احكينا على نحكيه الآن إذا أردت على تداعيات هذه المصيبة وهذه الأموال اللي خذوها من الخزينة العمومية الآن. طيب.